اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده هنعمل رز بالتونه والخضار، وهنعمل كمان معاه عصير كده كوكتيل بطريقه جديده وحلو جدا للاطفال هيتبسطوا منه، وهنعمل كمان كفته خضار. تعالوا نشوف مقادير الرز بالتونه هيبقى عباره عن ايه. رز بسمتي، تونه متصفيه من الزيت، وفلفل الوان، لومي، بهارات سمك وجنزبيل وتوم مفروم وكركم وبابريكا وصلصه طماطم، كوسه وبطاطس وجزر متقطعين مكعبات صغننه جدا، طماطم مفرومه وبسله. اول حاجه هعملها ان انا هحط زيت كده، وهبتدي بقى اعمل ايه. احط اول حاجه الجزر، احط الجزر واقلبه كده، بعدين هحط البطاطس واقلبها واستناها لحد ما تسخن. احط دلوقتي بقى البصل وافضل اقلبه كده. البصل انا مقطعاه جوليان عكس البطاطس والكوسه والجزر عشان يدي شكل حلو، مع فلفل الوان برضو متقطع شرايح، يعني مش مقطعين كل حاجه شبه بعض. احط الثوم المفروم، احط البسله والكوسه زي الترتيب اللي انا عاملاه كده، عشان طبعا الجزر والبطاطس اكتر حاجه بتاخد سوا. وبعدين احط الطماطم وبعديها صلصه الطماطم واقلبها كويس جدا بس، وابتدي بقى اتبلها بالتتبيلات اللي عندي اللي هو بهارات السمك والجنزبيل وكمان البابريكا والكركم، بس مش كتير يعني كفايه كده، واقلبه كويس قوي. بس احط عليه كده كوبايه ميه بس، وهسيبه لحد ما يغلي. انا عايزاه يغلي والميه دي كمان تبقى بسيطه جدا، ما تبقاش موجوده كده. نقفل بقى عليها دي ونشوف الخطوه اللي بعد كده هنعملها ايه. هجيب ووك واحط فيها زيت. طبعا احنا النهارده ما بنستخدمش زبده عشان التونه مش بتبقى طعمها حلو مع الزبده، بتدي طعم احلى مع الزيت. هنحط التونه هنا كده وهسيبها لحد ما احس انها سخنت قوي كده كمان. نقلبها كده، خلاص التونه سخنت كويس جدا. نبتدي بقى، انا كنت قلت لكم هنستنى لحد ما المرقه دي تنزل خالص، ولا انا يعني عشان كده شوحت التونه على جنب عشان نعمل الرز هنا وخلاص. بس ايه، هاخد شويه بس كده من الخضار ده وهناخد برضو شوية من التونة
برضو الفلفل الالوان، هحط هنا شويه كده، وهحط واحده من اللومي والرز، بس وهسيبه بقى يستوي وسط التونه والخضار وكل الحاجات دي. بس ايه رايكم بقى نطلع فاصل نرجع هنعمل كفتة الخضار، وهنعمل كمان الكوكتيل الجديد اللي هيعجبكم جدا والاطفال هتحب تعمله قوي. خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل. انا حطيت بس على الرز ملح وحاطه زيت هنا اسخنه عشان هنشوف كفتة الخضار هنعملها ازاي. هتبقى عبارة عن بطاطس وجزر وبصل مبشور وبسلة، بطاطس والبسلة مسلوقين، وكمان دي حمص وبابريكا وجرام مسالة وكركم وفلفل حراق وبيض وبقسماط للقلي. اول حاجة هعملها ان انا هحط كده البطاطس واحط معاها الجزر وهقلبهم كده كويس قوي، وبعدين هحط الفلفل اللي متقطع صغنطط ده مع البصل. البصل المبشور ده بيدي طعم حلو جدا للكفته دي، لان الميه كده بتنزل فبيديله نكهه حلوه قوي. ممكن كمان نحط بودره ثوم وبصل لو انتوا عايزين. دي الحمص ده هو اللي بيمسك اصلا الكفته، معاها البابريكا والكركم، ممكن نحطه كده، وكمان معلقه كبيره من الجرام مسالة، واخر حاجه البسل. هقلبها بقى كويس قوي. طبعا مش عارفين نقلبها بالمعلقه، ممكن نقلبها بايدينا لحد ما تبقى زي العجينة. شايفين بقت عاملة ازاي؟ بقت سهلة ان الواحد يشكلها. ممكن بقى نشكلها كور، ممكن نشكلها صوابع. عامل بقى البيض ده كده، تبله كده بفلفل اسود وملح واقلبه. شايفين بقى بقت عامله ازاي؟ بقت سهله بقى ان احنا نعملها كور كور كده. بس ونرصها ونحطها في الفريزر نص ساعة. دي كورة، وممكن كمان نعملها على شكل كفتة. عشان تبقوا شايفين دي الكورة ودي الكفتة. تبقى بالمنظر ده، يا ده يا ده. نسيبها بقى في الفريزر على الأقل ساعة، وبعد كده نطلعها. انا طبعا عامله سامبل عشان تبقى جاهزه عشان لما نقليها ما تفكش. نطلعها نحطها كده في البيض، وبعدين البقسماط. اشيل الكفته، بقيت الكفته خلاص. شايفين لونها حلو ازاي؟ طعمها كمان احلى. الكفته دي للاطفال طبعا مفيده جدا، من سن سنه ونص ممكن نبتدي ناكلها لهم. وكمان فيها ميزه حلوه انها كمان تنفع صيامي، بس هنشيل البيض من الموضوع. بس هو الحاجه الوحيده اللي ممكن نشيلها،
واحنا بس بنعجنها نحط على ايدينا كده شويه ميه ساقعه عشان تتعجن، ونقوم حاطينها في البقسماط، وبعد كده حطيناها في زيت سخن جدا عشان ايه ما تفكش. كده خلاص الكفته خلصت. نشوف بقى الكوكتيل بتاع النهارده عباره عن ايه. عباره عن فراوله وايس كريم فانيلا وعصره ليمون، وكمان فيلينج الفراوله والشوكولاته الملونه، وكمان السكر والفارماسيل اللي احنا بنزوق بيه البيتي فور والبسكتس والكيك وكده. تمام، هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الخلاط نحط فيلينج الفراوله. اصلا فيلينج الفراوله ده بس نحطه كده ريحته جميله جدا. ونحط الايس كريم، مع عصره ليمون وسكر. نحط كده 5 فراوله مبدئيا. انا عايزه الكوكتيل ده يبقى فاتح مش غامق، هقول لكم ليه. بس كده خلاص هعمل ايه بقى؟ هحط الشوكولاته كده ممكن اكتر كده كمان. يعني احاول اكترهم شوية. انا جبت دول عشان احنا ممكن نحط هنا برضو عشان يبقى طويل، نحط الشوكولاتة والفارماسيل ونحط عليه العصير، وممكن نقدمه في كاسة زي دي. نبتدي بقى نشوف هنقدم الرز بالتونة ازاي. نحط الاول كفتة الخضار كده في طبق التقديم. عايزة اقول لكم هي طرية جدا، يعني الاطفال الصغنانين اللي هياكلوها مش هيحسوا ان هما، الاطفال اصلا بتتعب من كتر الندغ فبيحبوا الحاجات السهلة، فمش هيحسوا ان هما متضايقين وهما بياكلوا. كده ابتدي بقى اعمل ايه. انا جايبه عيش محمصاه احطه كده، والرز اللي بالتونه هبتدي اغرفه. يعني عايزه اقول لكم الريحه مغريه جدا. انا عارفه ان احنا التونه مش من يعني مش متعودين ان احنا ناكلها سخنه في حاجات كتير، بس هي اولا التونه من الحاجات المفيده جدا. نحط كده عليها التونه بالخضار والفلفل الالوان. ممكن بقى ناكل جنبيها اي نوع سلطه، سلطه فيها ديبنج، يعني ممكن توميه، زبادي، ممكن طحينه. بس وكده خلصنا النهارده.
الطبق الرئيسي بتاعنا اللي هو رز بالتونه والخضار، وعملنا كمان كفته خضار مقليه، وعملنا عصير كوكتيل بالايس كريم الفانيلا والفراوله. يا رب تكون الوصفات عجبتكم، اشوفكم ان شاء الله في حلقتي. باي باي.